خير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في مطبخي، مطبخ زهره علوش. يرحب بكم اليوم ونقول لكم عندنا واحد الوصفه سهله ومليحه وشابه بزاف وبريزونطابل، يعني غراتا نسحقوا في اي وقت، حتى للضياف، حتى في رمضان، حتى سيدنا رمضان دوك راه دخل علينا ان شاء الله بالصحه والحنا والهنا. الوصفه هذه تجينا ساهله، حنايا نسا نحطوها في الطابله تعمر لنا الطابله. نفوتوا للوصفه تاعنا اليوم اللي كما راحنا نشوفوا، عندنا غير جلبان وعندنا بيون داشي. هذا مكان عندنا شويه تاع بيون داشي، غير برك انا عندي واحد 250 غرام. هذا مكان خير ملي نقليها ولا نشويها ولا هكذا نديروها. هاد الوصفه هذه تجي كراده والله غير تجي مليحه. وعندنا شويه جلبان راهنا خضر وحلو ومليح. تفضلوا معايا نشوفوا الوصفه تاعنا. انا اول حاجه رايحه نحط شويه زيت، واحد زوج معالق ولا زوج معالق ونص تاع الزيت. ما كترش الزيت هكذا، خليوه يسخن. انا نحطو شويه تاع البصل، هذا دوك نخليه البيون داشي تاعي. لا هذا البصل نقصو عليه النار ونخليوها تدبال، ماشي تتحمر مليح ولكن غير تدبال برك. نقص عليها مرة مرة نحركها ونروحو للبيون داشي نتاعنا. خلينا البصل تاعنا راه يتقلى يدبال، ونجيو دروك لهاد اللحم المطحون نتاعنا. هاد اللحم المطحون تاعنا راح نزيد فيه هاد البصلة هادي، هادي راني رقيتها هاد البصلة. دوك هاد الماء تاع البصلة دوك نزيدو في المرقة تاع لي كوكوندا، ونزيد شوية تاع قزبر ومعدنوس. نديرو كمية مليحة. عندي هنايا واحد زوج مغارف نتاع الأكل تاع خبز مرحي لا شامبيون، على بيها نحطكم اللحم غير شويه دوك يسكننا بهاد لا شامبيون. درت تقريبا زوج معالق، ونحط هنايا غير شويه ملح، ما نملحوش وندوقو على حساب. انا عندي هنايا شويه تاع فلفل كحل، عندي هنايا شويه تاع الكمون، هاد الحل مرحي. انا مانيش رايحه نكمل، عفوا نكثر التوابل. الحل مرحي ما نحبش نكثر فيه التوابل. هنا عندي شويه تاع بابريكا ولا فلفل احمر، هذا حلو ومخدوم على اليد. عندي شويه تاع كركم، شوفوا غير على راس تاع المعلقه كيما نقولوا، ولا ما نديروش كامل. عندي شويه تاع سكينجبير غير الراس تاع المعلقه. هنا دوك ندير واحد المغرف صغيره نتاع الزيت في هاد الخليط تاع اللحم، ندير واحد شويه تاع الماء، واحد زوج معالق ولا تاع الماء، ونعجنه مليح مليح مليح. يعني نخلط هاد الخليط كيما شفتوا، نخلطه مليح حتى يدخل هذاك هاد لي زيبيس كامل يدخلوا لنا في اللحم نتاعنا. هنا نقص الماء ونقليو مع هذا البصل، نقليو غير شويه برك، نكورو في الكويرات نقليوهم هكذا باش يتحمروا لنا ويجيو تجي بنينه الكفته هذه في المرقه نتاعها. انا راني كورت غير شويه تاع الكرات ماشي بزاف باش يطيب لنا الجلبان بنين كيما راكم تشوفوا. ها هي مع البصله تتقلى ماشي بزاف، درت غير حبيبات هذا مكان باش ما باش تجينا بنينه. ومن بعد اللي نشوفوها تتقلى باش ما تلصقناش نزيدوا عليها هاد حبه تاع الطوماطيش كنت ميكسيتها، يعني كنت درتها رطبه بزاف. شوفوا
ديال هادشي ها هكذا شي جينا هذاك الجبان بنين وهذه الكفته اللي بقات لنا ولا اللحم مرحي رايحه نحطها هنايا نقليه نحط له شويه زيت على الزيت ونطيبها نكمل مع المرقه هذه نغطيو عندي هنايا زيت شويه تاع الملح وما نكثروش الجلبان ما يحبش الملح وانا راني حطيت في الكفته الملح ما كاش مشكل الا خصنا نزيدو المهم ما نكثروش عندي شويه تاع فلفل كحل شويه سكين جبير عندي شويه تاع الكركم شي عندي فلفل حلو عكري ولا بابريكا عندي شويه كمون غير على راس المعلقه ما كثروش هنايا بزاف خلاص دوك نمرق على الطرف تاع غادي الماء سخون عفوا رايحه نمرق على الطرف تاع الكركم خليه واحد الغليه هكذا ونحط له جلبان رايحه ندير اللحم في هذيك المقله هنا المرقه تاعنا راه بدات تغلي نحط لها هذا الجلبان وعندي هنا راني حطيت هذيك الكفته هنا هذه يعني غير باش ما تعذبناش خلطت كلشي على مراك اللي تبغيت في الاول من الاول تحط شويه بصل وشويه وحده انا باش تجيني ساهله مش خلطته على مره نحط شويه تاع الزيت مغرف ولا ما كانش مغرف ونقليها مليح مليح هاد الكفته تاعنا دوك نقليها مليح وهاد الجلبانه وهاد الكفته دوك نبلع عليها لا كوكوط ونخليها طيب عادي لكن نخليو فيها شويه تاع المرقه ومن بعد نشوفو باش نتفاهموا على المرقه هذه تاعنا كي طيب هنا كما راكم تشوفوا مرقه الجلبان تاعنا والكفته راه طيب وعندنا هاد اللحم مرحي شوفوا كيفاش طاب مع هذيك لا شابلور تجمر ولا بنين بزاف بزاف دوك رايحين نحيوه لازم يبرد حنا نسحقوا هاد الكفته هذه نسحقوها باردة انا نخلي هاد شويه هنا تاع الزيت حنا هاد اللحم مرحي تاعنا نسحقوه بارد هنا في هاد المقله نحطو شويه تاع شامبينيو ولا الفطر عندي غير شويه واحد نص علبه ولا هذا اختياري اللي ما يحبش يديره ما يديرهش عندي هنايا غير شويه رايحه نقليه نجمره ما رايحه نزيد فيه والو لان هاد المقله وهاد البقايا تاع اللحم اللي راه هنا راه فيه نزيد له شويه تاع زبده الا شفتو نشف ليه هذا ما كان ونحركو نقص له النار ونغطيه باش ما يطيرش علينا كما تعرفوا لازم يتجمر هكذا انا مانيش حابه نزيد فيه لي زيبيس باش تبقى هذيك النكهه نتاع الفطر هكذا هو ديجا هذا ترى كان في الماء تاعو مالح دوك نخليه ونحطو بجير حتى يبرد ومن بعد نتلاقى عندنا هنا المقادير تاعنا كلش راه طايب عندنا هنا اللحم المرحي تاعنا طاب وبرد حطيت له شويه تاع فرماج كنت نسيت ما حطيتهش وهو سخون يعني هذه ملاحظه نحطوه وهو سخون وعندنا المرق تاع الجلبان وهذاك اللحم المرحي الكفته شوفوا انا هنا مازال ما بردتليش بصح لكن نتوما خليوها تبرد لي تحبت شوفوا شابه بزاف شوفوا تتكل غير هكذا ملبيه وشابه راها بنينه دوك هنايا حنايا نصفيو شويه عندنا هنايا حبه تاع البيض وشويه تاع الفرماج وعندنا هاد الشامبينيو تاعنا ولا الفطر اللي كنت حمرته يعني حمرته في هذيك المقله
زدت له للامانه هي زدت له شويه تاع الزبده برك. هذا واش درت له؟ ما درت له لا ملح لا والو. وعندنا القالب نتاعنا، انا حابه ندير فيه هذا. وكل مره كيفاش ندير؟ مره نديره مدور، مره اليوم حبيت نبدل لهم الشكل تاعه تاع الكراتا اللي في هذا المول تاع الكيك تاعنا. دوك نصفي الجلبان تاعي هنا، بدا بينا يكون بارد، المرقه تكون بارده. انا رايحه ندير غير جلبان، مانيش رايحه ندير هذوك لي بول تاع الكفته. لي بول تاع الكفته نخليهم. صفيت الجلبان تاعي هنا وخليت له شويه تاع المرقه، غير شويه تاع المرقه. وهاد خليت هنايا شويه تاع جلبان وهاد لي بول تاع الكفته. وانا المرقه راها من البيان تاعي، الا كانت شويه خفيفه ولا نرجعوها هكذا على النار تتلبى. انا هكذا تكفيني، راها بنينه دقتها راها شابه بزاف، خليها على هاد الحال تاعها هكذا. هي زوج حبات تاع البيض كيما قلت لكم، ماذا بيا يكون الجلبان تاعنا بارد باش ما يتعبناش البيض. شوفوا عندي واحد الرشه تاع الملح، وما نديروش الملح، الكراتا هذا ما يحبش الملح. انا هاد الحم راحي ولا هاد الجلبان راه البنه تاعو هذيك هي، يعني بنين حلو. دهنتو بالزبده، يعني نديرو غير انا مادام راه سخون هاد المرقه تاعي، ندير غير بشويه ونخلط باش ما يطيبليش كيما قلنا. مادا بينا نبردوه. ونحطو الطبقه الاولى تاع هاد الجلبان تاعنا. بسم الله، نجيب حبيبه تاع البيض، نزيد واحد الرشه تاع الملح فيهم، نزيد شويه تاع الفرماج ونخلطو. هنا نجيب ملعقه خير، رايح نزيد حبه تاع البيض من رشه الملح. شوفوا لنا داك الفرماج مع اللي كان الحم تاع انا عندي بارد، هي كيكون سخون خلطوا له الفرماج احسن. نحطو فوق الجلبان غير بشويه غير بالملح. هنا برك غير الفرماج انا درت اللي عندي، كل وحده واش ندير. انا نحوست نزيد شويه تاع الفرماج. انا الفرن تاعي راه يسخن، دوك نحطه يطيب حتى ينشف ومن بعد نكملو ان شاء الله العمليه تاع هاد الكراتا. طابنا تاع داك الكراتا تاعنا هنا راه طاب، غير نجيبو برك واحد الموس على هذاك المرق تاعنا اللي راه فيه الكفته والجبن، لان هنا كاين اللي ما يحبش الكراتا ناشف، يحبه بلاصوص. الكراتا تاعنا هذا هو، راكم تشوفوا جا شباب بزاف وجا
ما شاء الله. لاصوص هنا اللي حاب يزيد لاصوص تاع نقطعوه دي مرصوص صغار.